موجز لأهم الأنباء من حلب اليوم، حياكم الله. نقل مراسل حلب اليوم عن المراصد المحلية في إدلب أن طيران النظام الحربي شن غارات جوية على مدينتي إدلب وأريحة، ما أسفر عن سقوط الضحايا في صفوف المدنيين. هذا وقال الدفاع المدني السوري في بيان له إن الطيران الروسي وطيران النظام المروحي والحربي قصف بعشرات الغارات الجوية معرة النعمان وكفرنبل وكفروما وخان السبل ومعصران وأريمبا بريف إدلب الجنوبي. للمزيد ينضم إلينا من الحدود التركية السورية مراسل حلب اليوم دياب الحمدو. دياب، ضعنا في تفاصيل القصف اليوم في إدلب، أين تركز وكم حصيلة الضحايا؟ نعم ماجد، استهدف طيران حربي قالت المراصد إنه تابع لقوات النظام بعدة غارات مدينة إدلب وأريحة بريفها الجنوبي. القصف على مدينة إدلب أسفر عن مقتل 10 مدنيين بالإضافة إلى أكثر من 20 جريحا في حصيلة أولية لهذا الاستهداف. الاستهداف تركز على منطقتي السوق الرئيسية في مدينة إدلب والمنطقة الصناعية على أطراف المدينة، في حين ما تزال فرق الدفاع المدني تسعف الضحايا وتنتشل القتلى من تحت الأنقاض وتسعف المصابين إلى المشافي والمراكز الطبية. أما في مدينة أريحة سقط 7 جرحى أيضا في حصيلة أولية جراء غارات، قالت المراصد أيضا إنها تابعة لقوات النظام. استهدف منطقة السوق الرئيسية في مدينة أريحة بريف إدلب الجنوبي الغربي. أيضا فرق الدفاع المدني تعمل على تفقد المكان وإخلاء الضحايا ونقل المصابين إلى المشافي والمراكز الطبية. أيضا هناك ماجد غارات استهدفت بالبراميل المتفجرة مدينة معرة النعمان وبلدات كفروما وخان السبل ومعصران، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت بلدة البارة وغيرها من المناطق بريف إدلب الجنوبي. طيب، هل هناك تحركات على الأرض عسكرية ربما من النظام أو الفصائل في ظل هذا القصف؟ في الحقيقة ماجد وبحسب مراصد عسكرية هناك بعض التحركات لقوات النظام على جبهة ريف إدلب الجنوبي الشرقي، لكن لا توجد أي اشتباكات على الأرض أو محاولات تقدم، فقط كانت محاولة تقدم فاشلة لقوات النظام ليل أمس على محور إحدى القرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ولكن لم تحدث اشتباكات عنيفة، إنما فقط استهدافات بالأسلحة المتوسطة، ولكن اليوم فقط هو وجود للطيران الحربي في سماء الشمال السوري واستهداف المناطق المكتظة بالمدنيين. نعم دياب من الحدود التركية السورية مراسل حلب اليوم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نصل إلى نهاية هذا الموجز وإلى اللقاء.